وكان كمان مداد ليها واللي بينها القصة أو المشروع الآخر لتوطين الصناعة. الشق الثاني اللي احنا اشتغلنا فيه وده كان جزء ممنهج من استراتيجية الدولة في صناعة الدواء هو التوسع الأفقي. والتوسع الأفقي هنا ان احنا بدل ما يبقى عندنا مصنع يبقى عندنا مصنعين، بدل ما يبقى عندنا خط انتاج عندنا خطين وثلاثة واربعة، وبطاقات وبتكنولوجيا اعلى وافضل من ما هو موجود حاليا، تضاهي ولازم تطابق كل المعايير العالمية اللي احنا اشتغلنا فيها. كان وظيفة هيئة الدواء في هذه المرحلة هي إيجاد آلية سريعة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، وطبقنا من أول يوم في الجائحة إحنا إزاي نحط القواعد والمتطلبات والاشتراطات الواضحة اللي تتطابق مع المعايير الدولية، وفي نفس الوقت تخلي الناس توفر المستحضرات، وهو ده اللي بيسموه رخصة الاستخدام الآمن. مصر كانت من أول الدول اللي بفضل الله اشتغلنا، ونفخر الآن إن إحنا بنعلن وبقوة وبفضل الله عز وجل إن إحنا أول دولة في الشرق الأوسط عندها تصنيع واكتفاء ذاتي من المستحضرات الحديثة اللي بتستخدم في بروتوكول علاج كورونا. كل العالم كان في الفترات السابقة، ويمكن حضراتكم كنتم متابعين وسيادتك يا فندم وجهتنا، المستحضرات دي لازم تكون موجودة على أرض مصر وفورا، وبفعل كلنا اشتغلنا بفضل الصناعة الوطنية القوية، والمستحضرين اللي كان أكثر الدول بتتكلم عنهم اللي هو ريمديزفير اللي هو الدواء الأمريكي زي ما كان بيطلق عليه، والفابي برافير الدواء الياباني وبعد كده اللي أطلقوا عليه الدواء الروسي، بفضل الله أول دولة في الشرق الأوسط تصنعه محليا. من شركة واحدة يا فندم؟ لا، هو ده التوسع الأفقي اللي احنا خدنا بيه التوجيه. احنا دلوقتي عندنا أربع شركات بيصنعوا الدواء الأول، وعندنا الحمد لله فضل من عند ربنا 14 شركة، منهم ثلاثة خدوا اوريدي رخصة الطوارئ، أربعة وخمسة خدوا رخصة التداول اللي هو العادي خالص، والحمد لله في سبعة ان بروسس. طب ده فادنا في ايه التصنيع المحلي؟ مش بس الامن القومي اللي احنا قلنا عليه، لا ده بفضل الله مكننا ان احنا ننزل اسعار هذه الادويه. كل الادويه دي لما صدرت طبعا بتبقى ادويه حديثه ومبتكره، وبالتالي اسعارها بتبقى غاليه جدا. سعر الفايل او الجرعه الواحده كان بيوصل 4,000 و5,000 جنيه. بفضل الله اللي احنا حققناه على ارض مصر دلوقتي ان الادويه دي موجوده بتصنيع محلي بتكلفه 10-20% من سعرها او متوسط سعرها العالمي. بس كده يا فندم؟ لا، ده بتوجيهات سيادتك وبالتوثيق مع وزارة الصحة والسكان. أعتقد الحمد لله مصر كانت داعمة جدا لكل أشقائها من العرب والأفارقة، لجأوا أو طلبوا، وإحنا فورا لبينا الطلب بتوجيهات سيادتك وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء ومعالي وزارة الصحة والسكان. فده الحمد لله زادنا فخر.